بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم، الإخوة المتابعون، على بركة الله وتوفيقه تمت هذه الانطلاقة قبل الختام، انطلاقة الشوط الثاني عشر والخاص بالجعدان المعجنات الأصايل، وهي انطلاقة الشوط الثاني عشر كما ذكرنا، انطلاقة قبل الختام لتكونوا مشاهدينا هناك، يكون 13 شوطا ونحن نتابع على الهواء مباشرة عبر قناة ياتس الرياضية ولمسات أبو طلعة اللي واضح الإخراج وأرى من على البعد شعار العناوي اللي مسيطر من البداية. شوط خاص لأصحاب السمو الشيوخ، مسافة 8 كيلومترات الحاضرة، والمقدمة والمركز الأول التواجد لغازي لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، محفوظ بن خميس الجنيبي الزعيم من يقود غازي. المركز الثاني، المركز الثاني هنا ايضا شاهين من هج الرياسة ويقود راشد بن محمد بالسم المصوري. ننتقل وياكم الى ثالث المراكز، حيث شاهين الآخر من هج الرياسة مع محمود محمد بن سالم الوهيبي. النقلة القادمة والمركز الرابع، ننتقل وياكم إلى نشوان، هذا الاسم التاريخي الكبير من هج الرياسة، ويقود عوض بن مبارك المهيري في عملية التضمير. النقلة القادمة والمركز الخامس بالرقم 5، التواجد من سلهود لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، طارش بن مبارك من القوبع من ايضا يقود مضمرا متابعا مسايرا. النقلة القادمة وهنا انطلاق ايضا مع شاهين لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غفان الجابري ايضا يقود رعن صيحة، بينما هنا ايضا وصول وتقدم من قبل شاهين من هج الرياسة، وبو سعيد متواجد صالح بن سعيد بالعري المري من يقود في التضمير. النقلة السابعة، النقلة السابعة مشاهدينا الأعزاء، والثامنة صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري مع صوغان وسراب في المركز 8 و9. هذه النتيجة الأولى كما أيضا عدناها لحضراتكم من خلال هذه اللحظات ومن خلال انطلاقة هذا الشوط. هذه صورة جميلة من كاميرا، أيضا كاميرا البرج على ما أعتقد الهواري، هي أيضا تفنن في هذا الأداء الجميل والإخراج المميز. نعود إلى غازي حيث واضح على الصدارة، وهذا أيضا مع الجرافيست الإخوة في الجرافيت والرسام الجميل التي يقدمها لنا هنا غازي لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان، يتقدم وينطلق أيضا بجواره الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي. هذا هو أمامكم على الشاشة واضح، ما شاء الله وتبارك الرحمن، شعار عناوي أيضا شعار من الشعارات الجميلة المهمة التي أحرزت الكثير والكثير من الرموز. المركز اللي قادم الثاني، شوف التقدم من شاهين اللي بدأ يتقدم لهج الرياسة مع البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من الجانب الدوري. من الجانب الآخر أيضا شعار هج الرياسة والشاهين الآخر مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. هذه الثلاثة أيضا المنطلقات في مقدمة هذا الشوط. نشوان وهذه السلالة أيضا الجميلة كما ذكرت، نشوان قادم في المركز الرابع من هج الرياسة ويقود أحد الشباب أيضا عوض بن مبارك المهيري. هذا هو في المركز الرابع، بينما هنا ننتقل مع المركز الرابع المركز الخامس
ووصل في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غفان الجابري الطبيب الشعبي. موجود هنا أيضا انطلق الآخر وتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا شاهين من حجة الرياسة وصالح بن سعيد بالعرج المري من يتقدم أيضا مع أشعار حجة الرياسة في هذه اللحظات في المركز السادس. المركز السابع سلود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ويقوده طارش بن مبارك بالقوبع، بينما بجواره تماما في المركز السابع المركز الثامن السابع والثامن هناك شاهين وسوغان وجميع ملكيتهن لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي ويقود سهيل بن سالم بن سهيل العامري. النداء الثاني على التوالي عدناه لحضراتكم ضمن هذا الأداء وضمن هذا المركات في دورينا للكبار مشاهدينا الذي بدأ بالثناية، وسوف أيضا إن شاء الله يوم قد يكونوا الكبار الحول مشاهدينا الأعزاء والزمول. الحفل الكريم الإخوة المشاهدون في كل مكان، ما زال هناك أيضا العناوي مسيطر على زمام الأمور، مقدم لنا أحد السلالات الجميلة والسلالات المختبرية ما شاء الله غازي، وهذا هو أمامكم وتعود الملكية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومع محفوظ بن خميس الجنيبي اللي في مقدمة هذا الشوط من البداية مسيطر كل السيطرة على زمام الأمور على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني مباشرة وصل في هذه اللحظات وقير الشاهين من هجة الرياسة مع راشد بن محمد بن سما المنصوري، بينما المركز الثالث هناك شاهين الآخر من هجة الرياسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي أيضا اللي قادم مشاهد الأعزاء من خلال هذا الشوط. ثلاثة مراكز وثلاثة أيضا من الأسامي القوية التي دائما تظهر في الأداء الجميل وتظهر في الختاميات بقوة هذه الشعارات التي تتابعونها، سواء كان الشعار العناوي أو الشعار الأحمر الخطر اللي دائما يمر ويعبر. هنا وصلنا وأيضا وصل المركز الرابع نشوان من هجة الرياسة مع عوض بن مبارك المهيري يتقدم في المركز الرابع. المركز الخامس هناك أيضا تواجد من شاهين لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي ويتقدم فايز بن غفان الجابري، بينما هنا أيضا واصل شاهين الآخر من هجة الرياسة ويقدمه صالح بن سعيد بالعرج المري. هذين أيضا مشاهدي الأعزاء المتقدمين من خلال هذا الشوط والأسامي التي متواجدة في هذا الشوط. هناك أيضا سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوب، مسافة طويلة بين هذه المراكز، وهناك سوغان وشاهين وجميع لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي، وأيضا من يتابع هذا الشعار شعار القاسمي يتابع سهيل بن سالم بن سهيل العامري. شاهدينا في كل مكان أينما كنتم ما زلنا معكم نتابع وما زلنا معكم نترقب من خلال هذه أيضا مشاهدي الأعزاء التجهيزات وما دورينا كما ذكرنا للكبار أيضا تجهيزات مهمة للختاميات بالنسبة للمضمرين ولكل المتابعين أيضا متابعة هذه الشعارات الجميلة والشعارات التي تظهر دائما مشاهدي الأعزاء ولها جماهيرها ولها محبيها. ما زال هناك أيضا الشعار العناوي مسيطر على قمة هذا الشوط وعلى هرم هذا الشوط مشاهدينا بأداء جميل وبسلالة قوية سلالة غازي الذي تعود ملكية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الجنيبي يتقدم دائما مع هذا الشعار العناوي، ولكن الشعار الأحمر الخطر اللي يمر ويعبر دائما متواجد أيضا في هذا الأداء الجميل.
شاهين وصل مشاهدينا من هجة الرياسة مع المستحيل راشد محمد السم المصوري، وهنا أيضا وصول قوي من نشوان كما ذكرت، هذه السلالة التي لا يستهان بها أبدا نشوان، وأبو هذا أيضا العود الذي يتقدم، شفناه هناك ماخذ رئيس قوي في دولة قطر مشاهدينا الأعزاء بنشوان بقيادة أيضا هناك أحد الإخوة لهم باء طويل ما شاء الله وتبارك الرحمن أبو سعيد. نشوان يتقدم في هذه اللحظات من هجة الرياسة ويتقدم عوض مبارك المهيري أحد الشباب أيضا مشاهدي الأعزاء الذين يقدمون كل جديد وكل جميل ما شاء الله. المركز الثالث شاهين بدأ يتقدم، شاهين بدأ ينطلق أيضا من هجة الرياسة مع البروفيسور محمود، وشاهين الآخر بدأ ينطلق مع المستحيل، الشاط بدأت ترتفع درجة الحرارة. الله غازي ونشوان، نشوان وقازي العناوي والأحمر الخطر، الله شعارات جميلة شعارات مميزة. انطلق غازي لسمو الشيخ ذياب من محمد بن زايد آل الهيان، ونشوان من هجة الرياسة، هناك من الجانب الآخر محفوظ أيضا مشاهد الأعزاء الجنيبي، وعوض بن مبارك المهيري من أيضا يتابع نشوان. اللحظات الأخيرة، الفوز والاستحقاق أمام المنصة الرئيسية، أمام الجماهير، أمام المحبين والعشاق. نشوان 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 وغازي، غازي ونشوان، والشوط لمن يصير بين غازي بين نشوان، نشوان نشوان نشوان، والسلالة العريقة تهانينا لهجة الرياسة مع هذا الاندفاع الجميل. وشكرا أحد الشباب المبدعين أيضا مشاهد الأعزاء عوض بن مبارك المهيري، غازي وصل في المركز الثاني ليتقدم مع أيضا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع محفوظ بن خميس الجنيبي. المركز الثالث شاهين من هجة الرياسة، وشاهين من هجة الرياسة كلهم بالفعل وصلا في المركز الثاني والثالث والرابع، أيضا شاهين من هجة الرياسة، الخامس شاهين من هجة الرياسة. هكذا كان شوط جميل، وكان نشوان صاحب الإنجازات وصاحب السلالات القوية كما ذكرتها، هو أمامكم مع الهواري 13-21 أربعة أجزاء من الثانية حط نشوان في المركز الأول. تهانينا لمؤسسة هجة الرياسة، شكرا عوض بن مبارك المهيري على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني ما قصر غازي من أيضا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان 13-21-6 شكرا محفوظ بن خميس الجنيبي. المركز الثالث، المركز الثالث اللي وصل شاهين من هجة الرياسة 13-29 جزئين، وشكرا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي.